مواجهة في أبيان وصراع على السيطرة. هل سيغلق باب الفوضى في الجنوب أم أنه فصل من فصول الصراع الدموي؟ ولماذا بهذا التوقيت؟ هل تغيرت قناعة المجتمع الدولي تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي؟ أهلا بكم. حرب جديدة في المحافظات الجنوبية تتزامن مع إعلان عدن مدينة منكوبة، وفي الوقت الذي يزدحم فيه الناس على أبواب المقابر تدوي أصوات المدافع، ولا أحد ينوي الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة والتوقف ولو مؤقتا عن الاقتتال. فالمجلس الانتقالي يواصل تعطيل أعمال الحكومة وجباية الأموال لخزائنه دون القيام بمسؤوليات الحكومة، وبالمقابل الحكومة تعلن نيتها فرض سيطرة قواتها على كامل الأرض وتنفيذ اتفاق الرياض ولو بالقوة. لكن الأفق لا يبدو بهذا الوضوح، فالقوات الشرعية لم تتمكن من دخول عدن، وميليشيا المجلس الانتقالي لا تنوي إفساح المجال لأحد ليتمكن من خدمة الناس وتلافي آثار الكارثة، وكل ما تفعله هو نشر قواتها في الشوارع لقمع الاحتجاجات المطلبية. إلى أين يمكن أن تصل موجة الحرب هذه؟ هل تقوى عدن وسكانها على احتمال المزيد من دورات العنف؟ وهل يمكن لصوت الاحتياجات الإنسانية أن يهزم ميليشيا الانتقالي في حربها التي تخوضها داخليا مع السكان وخارجيا مع القوات الشرعية؟ الله أكبر، شوف فجرناها، الله أكبر، هذا عالم الوحدة. شوف، جولة جديدة من المواجهات بين القوات الحكومية والقوات الموالية للإمارات والتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبيان، ولكنها قد تكون مواجهة مختلفة هذه المرة بالنظر للظروف المحيطة بها. يرى مراقبون أن هذه الجولة تعني في بعض وجوهها مواجهة غير مباشرة بين أبوظبي والرياض، وأن تحرك القوات الحكومية باتجاه زنجبار عاصمة أبيان جاء بضوء أخضر سعودي. وعلى الرغم من عدم وضوح الصورة، إلا أن المؤكد هو أن المواجهة القائمة حاليا ستعني ترسيما نهائيا لجغرافيا القوة والنفوذ، فإما أن تسترد الحكومة عاصمتها المؤقتة أو تتحقق الإدارة الذاتية المعلنة من جانب الانتقال بالقوة. يتعامل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات مع اتفاق الرياض كمولود ميت، مكتفيا منه بما حصل عليه بموجب الاتفاق من الاعتراف ثم التنكر له وإبداء عدم الرغبة في تنفيذه لدرجة إعلان الإدارة الذاتية في المحافظات التي يسيطر عليها، فيما لا تزال الحكومة متمسكة بضرورة تنفيذ الاتفاق الذي مضت كل مراحله الزمنية المنصوص عليها دون تنفيذ. يبدو الوضع الميداني في أبيان غير واضح، والتقدم السريع الذي أحرزته القوات الحكومية في المرة السابقة لم يتحقق هذه المرة. استعد المجلس الانتقالي للمعركة متسلحا بدعم أبو ظبي الكبير، إلا أن هذا قد لا يستمر طويلا في حال كان الهدف من جانب القوات الحكومية هو استعادة عدن وليس معركة هامشية لإعادة الانتقال إلى طاولة اتفاق الرياض. وبتزامن مع المعارك الدائرة في أبيان، ذهب الانتقال للتصعيد باستعراض ميليشياته في حضرموت باسم لقاء تشاوري للقوات الجنوبية، وهو ما دفع المحافظ البحسني للتلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يعمل خارج إطار المؤسسات الرسمية. جولة أخرى من حرب تبدو بلا أفق، في حين تعيش عدن أوضاعاً مأساوية بعد كارثة سيول أغرقت المدينة وحولتها إلى مدينة منكوبة بالأوبئة، تشيع كل يوم صفاً من أبنائها ولا أحد يراها في هذه الحرب التي لا تريد أن تنتهي. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر سكايب من نيويورك المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم القاطبي. أرحب بك إذن سيد إبراهيم القاطبي، وخواتم مبارك. اهلا وسهلا، وخواتم مبارك عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام، حياكم الله. اذا دعنا نبدا من اخر التطورات، يعني فيما يتعلق بالمواجهات في أبيان، مناطق اخرى ربما ايضا في المحافظات الجنوبيه، كيف تتابع الوضع هناك؟ والله ما يجري للاسف الشديد في المناطق الجنوبيه هو حرب الكل ضد الكل، وهو تقسيم المقسم برعاية تامة ودعم من المملكة السعودية ودولة الإمارات. ما يجري اليوم هو ليس بين الشرعية والانقلاب المجلس الانتقالي والمجلس الانفصالي الجنوبي، وإنما هو بتمويل السعودية والإمارات
من أجل أن يقتتل اليمنيين فيما بينهم، من أن يصبحوا مسألة بسيطة بالنسبة للتحالف، من أجل الاستحواذ كما يجري الآن على مرأى ومسمع الجميع احتلالا كاملا لجزيرة سقطرى عندما بعدما أسقطت ألوية الجيش الوطني والحكومة الشرعية هناك وتم تسليمها للتحالف السعودي الإماراتي. نحن الآن للأسف الشديد حتى الجنوب نفسه الآن يقسم إلى تقاسيم أخرى، يعني هناك الآن الشبوة لحالها، حضرموت والمهرة في واد ثان، عدن كما تعرف الفوضى والوباء والكوارث التي تجري فيها اليوم، أبين أيضا منطقة صراع بين من؟ بين القوى التي تقول السعودية أنها تدعمها وأنها في حلف معها، وكلها قوات كما تعرف المجلس الانفصالي الجنوبي لولا السعودية والإمارات والأموال والسلاح والتدريب من تلك الدولتين لما كنا اليوم أمام هذه المشكلة اليوم التي تريد السعودية والإمارات تصورها على أنها حرب بين اليمنيين، وللأسف الشديد هي حرب ممولة من قبل هذا التحالف اليوم الذي يود أن يضعف اليمنيين، يود أن يحاصرهم، يود أن يحتلهم، يود أن يصادر قرارهم السياسي وموقعهم الجيوسياسي في هذا البقعة الهامة من العالم. هذا ما يجري اليوم باختصار، لكن من يدفع ضريبة ما يجري على أرض الواقع هم اليمنيون، هم العزل، هم مقابل يعني تدمير نسيجنا الاجتماعي شمالا وجنوبا. وخلاصة الحديث أيضا تمكن الميليشيات الجنوبية والميليشيات الحوثية والانفصالية من قيادة المشهد لأجندة خارجية. هناك يعني دول على رأسها الإمارات والسعودية تقوم بتغذية ما يجري في الوطن من أجل التحكم في المشهد الداخلي، وأيضا هناك ميليشيات داخلية كالحوثي والمجلس الانفصالي تستخدم أيضا هذه الدول من أجل أن تمرر مصلحة أو مشروع لبعض القوى الداخلية، وهذا للأسف الشديد ما يجري على حساب سيادة ويعني مستقبل المواطن اليمني، وأيضا يصادر حقه في العيش الكريم. نحن أمام كوارث، أوبئة، أمراض، عدم الحصول على الغذاء والأدوية، وهذا ما يجري في اليمن، يعني إبادة جماعية لنا جميعا في اليمن بإشراف دولي وبتطبيق إماراتي سعودي حوثي. يعني في هذا السياق، على يعني الآن هذه التطورات العسكرية على الأرض، يمكن الحديث على أنها ما الأثر الذي ستشكل على اتفاق الرياض بداية برأيك؟ هذا كلها دوامة نحن ندور حولها. اتفاق الرياض وغير اتفاق الرياض هذا مجرد بيع أوهام للشعب اليمني على أن هناك اتفاقات، وهذا ليست إلا حلقة من مسلسلات ينفذها الإمارات والسعودية. يا أخي، من أخرج الحكومة الشرعية وقواتها ودعا قواتها المسلحة للاستسلام والخروج من عدن هي الإمارات والسعودية، فلماذا يريدون عودة الشرعية إلى عدن؟ هذا كلام يجب أن لا يمرر علينا بطريقة أو بأخرى. ما يجري في عدن هو من يتحكم في المشهد في عدن اليوم هو التحالف الإماراتي السعودي وقواتهما الموجودة داخل عدن بأدوات يمنية على رأسها المجلس الانفصالي الجنوبي وميليشياته، يحملون اليمنيون أنفسهم الجرائم وهم من يعني يمولون تلك الجرائم. فلذلك أنا في اعتقادي أنه لو مثلا أرادت السعودية والإمارات التخلص من الميليشيات الانفصالية، لو كان هذا هو الهدف والسعادة الشرعية، لسمحوا للحكومة الشرعية بالذهاب إلى عدن عندما وصلت قواتها قبل أشهر إلى داخل عدن، لما مولوا هذه الميليشيات، لما سلحوها، لقطعوا عليها الإمدادات والتموين المالي والعسكري وغيره. اليوم يعني من المناطق الجنوبية تذهب ميليشيات عبر البحر إلى جزيرة سقطرى أمام مرأى ومشهد ومسمع المجتمع الدولي. لا يمكن أن تمرر علينا هذه الأمور أنها بين الشرعية والمجلس الانتقالي، هذا مجرد خلط أوراق، تعقيد المشهد، ومن ثم يعني إظهار ذلك للعالم أنه صراع على السلطة وعلى المناطق بين اليمنيين أنفسهم. لكننا نعرف من يمنع الشرعية، من يحد من المؤسسات داخل البلد، من يمنع الحكومة الشرعية والوزراء والرئيس من العودة إلى اليمن هي السعودية والإمارات. من يمول تلك الميليشيات الذي اليوم تحارب الحكومة الشرعية هي السعودية والإمارات. وبقاء أيضا المشروع الحوثي قائما في الشمال يستمد قوته من هذا الصراع الذي يجري الآن
في الجنوب بتمويل سعودي إماراتي. اليوم الحوثيون يبقون في المناطق الشمالية ليس لأنهم أقوياء، ليس لأن عندهم مشروع، ليس لأن لهم قبولا يمنيا في تلك المناطق، لأن هناك لا يوجد مشروع بديل. الحوثي الحكومة الشرعية يعني تحت الإقامة الجبرية في الرياض وفي مناطق أخرى، وايضا المجلس الانتقالي الميليشيات هي الذي يعني يتم دعمه من التحالف هذا، هي من تتحكم في المشهد في المناطق الجنوبيه. ومن ثم الشارع اليمني بات مربكا، الى اين يتجه، ما هي القوات التي يجب ان يتبعها، وقسمونا على هذا الاساس مناطق على مناطقيه وجهويه وطائفيه وغيرها، وكله بسبب هذا التحالف اللعين الذي قال انه يحارب ايران وبالعكس هو ينشئ قواعد ويحتل اراضينا، وهذا بات واضحا في المهره وفي الشبوه وفي ابيان وفي سقطرى، وكل الجزر اليمنيه اصبحت محتله من قبل هذا التحالف الذي يقول انه يحارب ايران وهو بالعكس يحارب الشعب اليمني ويصادر حقوقه في العيش الكريم كما تعرف الموانئ، يتحكم بها هذا التحالف ولا يسمح حتى للأدوية والمواد الغذائية الأساسية أن تصل إلى الشعب اليمني، وهو من يحاصره. ومن فترة إلى أخرى يقول أنه يقدم الدعم والمعونات لأبناء الشعب اليمني. نحن نتكلم على 6 سنوات حرب، أكثر من نصف عقد من الزمن، وما زالت الأمور ماشية إلى الأسوأ. ما هي أهداف التحالف في اليمن ولماذا أتى، وما هو الذي يجب يقوم به اليوم على عرض الواقع؟ عكس كل ما يقول، يمول الميليشيات كما كان يدعم الحوثيين بالانقلاب على السلطة في اليمن، وهذا ما جرى. طيب في هذا السياق سيد القاطري، دعنا نشرك معنا في الحوار رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية السيد عبد الكريم السعدي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة، ورحب بك سيد السعدي. بداية، ما الذي يعني من خلال متابعتك ما الذي يحدث بالضبط في أبيان؟ حياكم الله أخي العزيز وتحياتنا لكم ولضيفكم الكريم. أهلا بك. وما يحدث اليوم هو جولة من جولات الصراع التي صنعت أسبابها وأدواتها من خارج حدود اليمن بشكل عام جنوبا وشمالا. ما يحصل اليوم من مواجهات نحن بنعتبره أنه تواصل لمسرحية التحالف التي يريد فرضها علينا ويريد أن يوهمنا بصراعات مثل ما تفضل ضيفكم الكريم، صنع لها أدوات مناطقية وصنع لها أدوات حزبية وصنع لها أدوات يعني لا توصل أبدا إلى استقرار في هذا البلد وإلى أمن، بل توصل إلى مزيد من الصراعات. التحالف لو أنه كان مخلصا للقضية التي جاء من أجلها وهي إعادة الشرعية فكان بإمكانه إعادة الشرعية في السنة الأولى من هذه الحرب، ولكن هناك مثل ما أسلفنا من سابق في كثير من الأطروحات أنه في مشاريع لدى الأقليم هي من تسير الأحداث على الأرض اليوم. طيب يعني في سياق هل يمكن في سياق ما يجري في أبيان، هل يمكن للقوات الحكومة الشرعية أن يعني تواجه ميليشيات الانتقالي وأن تنهي محاولتها لما سمي بالإدارة الذاتية وتستعيد مؤسسات الدولة من خلال وجهة نظري؟ السؤال الصح هو هل يمكن للميليشيات أن تواجه الدولة أو مؤسسات الدولة؟ أنا في اعتقادي أن الشرعية هذه فرصتها الأخيرة، وإذا لم تفرض سيطرتها ونفوذها وتبسط سيطرتها على الأراضي المحررة فلن تقوم لها قائمة بعد ذلك. وبالنسبة للحرب الدائرة نحن نرى هذه المرة أنها تختلف عن المرات السابقة على خلال متابعتنا، فهي هذه المرة لا تصب في اتجاه تحسين وضع معين في مفاوضات قادمة أو من هذا القبيل، ولكنها أعتقد أنها عملية جراحية يعني استئصال، عملية استئصال للوجع بشكل كامل إذا ما صمدت الحكومة واستمرت في يعني هجومها استمرت في معركتها. أما إذا خضعت مرة أخرى للإملاءات والتوجيهات من خارج إطارها فالأمر هنا يتحول إلى كارثة، ليس على الشرعية ولا على ميليشيات الانتقالي بل على الشعب في عدن وفي المناطق المجاورة لعدن
والكل يعرف ما تعاني هذه المناطق في ظل هذه الفوضى وهذا الصراع. تفضل بالبقاء معنا سيد السعدي، يرحب بمن ينضم لنا عبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي سيد منصور صالح من عدن. أرحب بك سيد صالح. إذن يعني كثيرون يتحدثون أن البلد الآن خاصة مع مواجهة وباء كورونا، الوباء العالمي، الجائحة العالمية، لا يحتمل المزيد من الصراع والدماء. لماذا هذا الإصرار على الدفع بعجلة الحرب بهذه القوة؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكرام. وحقيقة أنه نحن نستغرب على هذه المحاولات دائما لاعتكاف الحقيقة ولتوجيه أنظار الرأي العام في غير ما ينبغي أن تتجه إليه فيما يتعلق بهذه الحرب. ضيفكم يقول بأنه الحكومة هذه تحاول أن أو يتمنى أن تستأصل الوجع بشكل عام، ونحن في الواقع نتمنى استئصال طرفان الإرهاب الذي ترعاه هذه الحكومة. هذه الحكومة التي كنا نتمنى أن يكون لها، وكما تحاول هي دائما أن تصور بأن يكون لها منذ ليش من اليوم، إنما منذ 5 سنوات دور في معالجة الأوضاع المتردية لمعيشة الناس. كنا نتمنى رغم اقتناعنا بأنها أعجز ما تكون بأن تقدم شيء لهذا المجتمع، على الأقل أن تتركنا بأن نقدم شيء لهذا المجتمع الذي ولشعبنا في الجنوب الذي يعاني من الأوبئة والأمراض ومن تردي معظم جوانب الحياة في الوقت الذي ادعت هذه الحكومة بأنها تحاول أن تقدم دور لعدن، وأن عدن مدينة موضوعة قامت بتوجيه وإضافة إلى الأوبئة الأربعة التي تعانيها عدن، فإذا بها أن توجه أسلحتها ومدافعها ومدرعاتها وإرهابها، وأن تستجلب الإرهابيين من مناطق عديدة وتوجههم باتجاه الجنوب. كنا نتمنى أن على الأقل بأن تحترم حرمة هذا الشهر الكريم، وأن أيضا تحترم معاناة الناس، وأن تراعي الظروف الاستثنائية التي يعيشها الجنوب وتعيشها عدن على وجه الخصوص، بدلا أن تقدم مساعداتها، بدلا أن على الأقل تصمت وأن تترك الناس يقدموا العون اللازم لهذا الشعب، فإذا بها تدفع بجنودها والذين فروا من جماعة الحوثي، ممن تركوا منازلهم، ممن تركوا أرضهم، ممن تركوا محافظاتهم لأطفال الحوثي، هم اليوم يحشدون باتجاه الجنوب في معركة غايتها تمكين الإرهاب من أرض الجنوب. نحن في الجنوب حقيقة قد غسلنا أيدينا من هذه الحكومة التي لم نجد منها سوى دعم ورعاية الإرهاب، ولم نجد منها سوى الفشل ونهب الممتلكات، ومع ذلك كنا نتمنى بأن تتركنا بعض الشيء في حالنا على الأقل خلال شهر رمضان الكريم، لكن هذا قدرنا مع هذه الحكومة، ونحن جاهزون إذا كنتم أنتم تتحدثون عن وجع في عدن، فنحن نتحدث عن استئصال طرفان إرهابي ترعاه هذه الحكومة وتتبناه وبدعم إقليمي للأسف. تفضل بالبقاء معي سيد صالح. أعود إليك سيد القاطبي، سمعت ما تفضل به سيد صالح وقبل ذلك سيد سعدي. يعني في هذا السياق هناك أحاديث على أن ما يجري يعني هي معركة الاستئصال، يعني الجسد السرطاني الإرهابي إلى آخره، ومسألة أن هناك عرقلة دوما من الحكومة لأعمال الانتقال التي يريدها. أنت سمعت ما تفضل به السيد صالح، ما رأيك؟ أنا في اعتقادي أنه أكبر وباء وأكبر إرهاب يمارس على أبناء المناطق الجنوبية هو هذا المجلس الميليشياوي الانفصالي الجنوبي، الأداة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هي من مولت هذه العصابة التي تستخدم السلاح والعنف من أجل الوصول إلى السلطة ليس لها، وإنما تصبح أداة لدولة الإمارات. هذا ما يجري اليوم في مناطق الجنوب، وهم من رفضوا يعني قيام الحكومة الشرعية بأعمالها في تلك المناطق، كونهم أصبحوا شوكة وأصبحوا مشكلة ومعرقل لأي سلم وأمن في المناطق الجنوبية. هي أداة ميليشياوية لا تختلف عن الحوثيون تماما، أدوات انقلاب، أدوات خارجية مرتزقة، وكما بات واضحا لم يصوت لهم لا الشعب الجنوبي ولا مناطق الجنوب، وهم ليسوا من حقهم أن يتحكموا بأي هذه الطريقة التي يتحكمون بها. هم ليسوا إلا ميليشيات مثلها، مثل القاعدة، مثل الميليشيات الحوثي، ولا يختلفون عنهم تماما، الممول واحد
والطريقه والاداره واحده، وهم يقولون انهم يحاولون يحاربون الارهاب وهم اكبر ارهاب. هذه ميليشيات يجب ان تحاكم اخر اليوم عندما يستعيد اليمنيون دولتهم وجمهوريتهم. هؤلاء المرتزقه يجب ان لكن هو اشار الى نقطه اخرى ايضا، هي مساله الدعم الاقليمي. هو اشار الى مساله الدعم الاقليمي لمن؟ للحكومة الشرعية. هو أيضا يقول أنه يواجه الإقليم الآن، ربما يقصد المملكة العربية السعودية، لست متأكدا من ذلك. هم لا يواجهون إقليم ولا يواجهون غيره، الإمارات السعودية هي من سمحت لهم بالقيام بذلك، هي من تمولهم ومن تحافظ عليهم. داخل عدن هناك قيادة القوات التحالف الإماراتي السعودي، لو يريدوا التخلص منهم لسحبوا منهم الأموال وسحبوا منهم السلاح. لا أعتقد لا العيدروس ولا غيره يستطيعون مواجهة المملكة العربية السعودية. إذا هذه الميليشيات لا تستطيع مواجهة السعودية والإمارات أو تستطيع مواجهة السعودية والإمارات، فما بالك يعني بإيران، يعني سيسلمون لها المنطقة كاملة. نحن أمام سيناريو يطبق على دولتنا وعلى أراضينا وعلى وحدتها، محاولة تشطيرية، محاولة يعني على ضوء دخول اليمنيين في صراع بين طيب على ضوء هذا النزاع الحاصل، على ضوء هذا النزاع الحاصل، دعني أسأل السيد السعدي، السيد عبد الكريم السعدي، على ضوء النزاع الحاصل الآن، ما هو مصير عدن التي تشهد أيضا أوبئة تقضي على الكثير من ساكنيها، على أيضا أمراض مستوطنة أيضا؟ والله عدن هي ضحية الخضاب المتضارب لمكونات أو ميليشيات متصارعة. عدن أخي منصور يتحدث عن عدن وأنه يريد أن يرفع الألم عنها، ولا أدري بالخضاب المرتبك هذا أي ألم سيرفعه أخي منصور. أخي منصور يتحدث عن الشرعية ويقول أنها حاضنة للإرهاب وأنها حكومة إرهابية وأنه يريد استئصالها، وفي الوقت نفسه هو آخر خطواته وإنجازاته كانت على الأرض أنه أعلن الإدارة الذاتية. وعندما سارت الثائرة ضده وضد مكونه، لماذا أعلنت هذه الخطوة؟ قال أنها تأتي في ظل اتفاق الرياض. طيب اتفاق الرياض يأتي مع من؟ هو يأتي أساسا مع الحكومة التي أخي منصور يقول أنها ترعى الإرهاب وأنه يستعدي الدولة ويستعدي العالم. خطاب الإرهاب الذي يتبناه أخي منصور ومكونه هو شبيه بخطاب علي عبد الله صالح الذي كان يمشي نظام حكمه وفقا لهذا الخطاب، وفقا لاستعداء العالم على القاعدة وداعش. وكنا نشهد كل يوم اختراق للسيادة اليمنية بضرب في مأرب، بضرب في أبيان، بضرب في الضالع، بضرب في كل مكان بالطائرات المسيرة، لأنه استعداهم وسمح لهم أعطاهم الضوء الأخضر. اليوم الانتقالي مستعد يستعدي ومستعد يبيع لأجل الوصول إلى هدف معين. هذا الهدف أنه هو يكون الوكيل على الجنوب. لماذا يكون؟ ليس لتحرير الجنوب، ولكن لمنح حقوق طلبت منا من الجهة الإقليمية التي صنعته. العدن يا أخي منصور تريد منكم أن ترفعوا أيديكم أنتم عنها. أنتم ضربتم بندقر وحكومته في يناير من 2018. ماذا عملتم؟ خرجت الحكومة الإرهابية، ماذا صنعتم؟ ثانيا في أغسطس خرجتم الحكومة الإرهابية اللي تقولوا أنها إرهابية، ماذا أيضا صنعتم؟ في الإدارة الذاتية ماذا صنعتم؟ أنتم أول خطوة بدل ما تروحوا تستولوا على الإذاعة وتعلنوا بيانكم رقم واحد، رحتم للبنك تأخذوا الفلوس وتعملوا بنوك شخصية بأسمائكم في البنك الأهلي. وأنا محاسب وخريج اقتصاد وأعرف هذا الكلام ماذا يعني يا أخي منصور. هذا الكلام ممكن تفوته على الأخوة والشباب اللي تجيبونهم من القرى وتمارسوا معهم نفس سلوك الحوثي في التعبئة، لكن لا يمكن تجزعوه أو تمرروه على ناس عاشت معكم وهي رفاق لكم رفاق خندق قبل أن تنحرفوا وتذهبوا إلى تسليم مقاليدكم ورؤوسكم ورقابكم إلى الإقليم. أخي منصور، عدن تعاني، عدن تذبح، أهلنا يموتون. أنت صديقي وأنا أعرفك وأعرف أن كثير من الكلام اللي تقوله أنت لست مقتنع فيه، لأنه أنت أقرب الناس إلي، وبالتالي أنا أرجوك رجاء خاص بحكم أنك أنت قريب من هذا بنبريك لعله يصحو في لحظة. كلمه وصل الرسالة هذه من عبد الكريم سالم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عليكم أن تتقوا الله في عدن وأهلها. عدن وأهلها لن تخضع لكم بالشكل ذا، أنت عارف ذلك يا دكتور. ستخضع لكم متى ما آمنتم بثقافة عدن وأهل عدن، متى ما احترمتم عدن وثقافة عدن وأهل عدن، متى ما احترمتم مدنية عدن. لكن أن تذبحوا عدن، تتركوا أراضي عدن، تأخذوا أراضي الناس، تأخذوا بيوت الناس، تمارسوا السلوك هذا، تريد تتحدث لي الآن أنك تريد معالجة عدن؟ أنا رضيت بالشرعية كحل
هو أفضل من حلولكم، ولو أنه في نظري سيء ولكنه أفضل من حلولكم، أفضل من بقائكم أنتم. أنقل هذا الكلام. وبقايا الدولة هو أفضل بكثير من الميليشيات أخي منصور. أعود إليك سيد منصور صالح، سمعت ما تفضل به السيد سعدي، وقبل ذلك سيد القعطبي، لك المجال للرد. هو أنا لن فيما يتعلق بأخي وصديقي عبد الكريم السعدي بالطبع لن أرد، وأنا في العادة دائما أفضل عدم الخوض مع أي جنوبي، ونقول دائما ونقرر بأننا في المجلس الانتقالي الجنوبي مظلة سياسية للجنوب بشكل عام، ونؤمن بأن الجنوب لن يكون إلا بكل ولكل أبنائه، ولذلك وعبر قناتكم أمد يدي وهي يد المجلس الانتقالي الجنوبي للأخ عبد الكريم السعدي ولكل الشرفاء الجنوبيين ولكل من يحمل هم الجنوب، ليس لأن يكونوا في المجلس الانتقالي الجنوبي ولكن لأن يكونوا ضمن الجنوب وضمن أهدافه في استعادة حريته واستقلاله، وهذا الهدف الذي ربما كان الأخ عبد الكريم أخي وصديقي عبد الكريم هو ممن حملوه في لحظة، لكن أتساءل وأتمنى على أخي عبد الكريم السعدي بألا يحاول أن يقنعني بأنه المشروع الذي سينقذ أبناء عدن هو مشروع سعيد بن معيلي، وألا تكون الدولة القادمة هي دولة بالروح بالدم نفديك يا بن معيلي. لا أعتقد بأنه أخي عبد الكريم السعدي يتشرف ويعتز بأن يأتي للجنوب من يرفع سعيد بن معيلي وأن يهتف بروحه بافتداء سعيد بن معيلي بالروح بالدم. نحن في إطار الجنوب بالطبع لن نختلف مع أي جنوبي، صحيح هناك تباينات لكنها تباينات قابلة للحل، النظرة للمعالجات في عدن ينبغي أن تظل في إطار الجنوب وتحت سقف الجنوب، ولا يمكن أن تكون الحلول باستجلاب الإرهاب والإرهابيين وبالقوات التي يدفع بها جماعة الإخوان من مأرب ومن حتى من جبهات البيضاء المشتعلة ومن الجوف لاقتحام الجنوب لطرد كما يقولون المجلس الانتقالي الجنوبي المكون من أبناء الجنوب ومن خيرة قياداته ورجاله. بالنسبة للأطراف الأخرى وأي شخص يمكن من خارج الجنوب يتحدث، هو بالطبع نحن نعتقد بأنه هذا شأن جنوبي وأنه لا أحد يمتلك الحق بأن يتحدث عن الجنوب غير أبنائه، وإذا كان هناك من يرى بأنه المجلس كما يسمونه ميليشيات فنحن وقواته ميليشيات، فنحن وشعبنا الجنوبي قطاع واسع من شعبنا الجنوبي يرى في المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية هما الحماة وهم المظلة السياسية والعسكرية التي ستدافع عن الجنوب وستحمل شأنه، وأن أي قوة أخرى قادمة من أرض الجنوب وحتى القوى التي تحاول يوم أن تفرض سيطرتها وقرارها على الجنوب هي قوى احتلال. الأخ عبد الكريم السعدي وأخي وصديقي تحدث عن الشأن المالي والاقتصادي، وهو لا يدرك ربما بحكم غيابه الطويل عن عدن بأنه هناك حالة فساد شاملة كانت في إطار استثمار موارد الجنوب لصالح الفساد والفاسدين. نحن خلال بالطبع هو لا أدري إن كان يغالط نفسه أو يحاول أن يوصل صورة مشوهة عن موقف المجلس الانتقالي الجنوبي فيما يتعلق بإعادة ترتيب العوية المالية والإيرادات المالية التي كانت تنهب لقوى الفساد في الخارج والتي ترعاها هذه الحكومة غير الشرعية. هو يدرك بأنه هناك اليوم عملية مسألة فتح حساب جديد ليست سوى عملية كانت لابد منها لقطع دابر الفساد. نحن خلال 5 أيام فقط من شهر مايو الحالي تم توريد أكثر من 17 مليار ريال، وهذا مبلغ كبير، تصور أنت كم سيكون خلال الشهر وخلال 6 أشهر وخلال العام، وكلها تلك المبالغ كانت يتم نهبها للخارج. نحن اليوم نتحدث بشفافية وسنتحدث عن أي مبلغ يورد، وستكون هناك عملية تصرف واعية ومسؤولة وبحسب الأنظمة واللوائح المالية، وستقطع أيدي الفساد التي كانت تعبث بعدن وبمواردها. نحن
دون ماء، دون كهرباء، دون نظافة، موظفو الدولة لا يستلمون والمتقاعدون لا يستلمون رواتبهم، وهذه المبالغ كانت تذهب لجيوب الفاسدين في الخارج. لذلك نحن سنعلن أي مبالغ، والأمور خاضعة للرقابة بشكل كلي، أكان من ممثلي عن وضحت النقطة المؤسسات المالية أو عن المرافق نفسها أو عن مجلس الانتقالي الجنوبي وعن السلطات المحلية في هذه المحافظات. شكرا لك إذن سيد منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إليك سيد السعدي قبل أعود إليك سيد الخاطبي. سيد السعدي، يعني في سياق الحديث ما تفضل به، أيضا الآن الأوضاع في عدن وبقية المحافظات الجنوبية حالة التأهب هذا، أسألك سيد عبد الكريم السعدي، ما الذي سنشهده من تطورات خلال الأيام القادمة؟ ما هو بتقديرك، ما الذي سيحدث؟ والله التطورات على المستوى الداخلي، على مستوى الناس العادية، فهو مزيد من التدهور، سيكون مزيد من التدهور في ظل الصراع، لأن الناس الآن كل الأضرار انشغلت عن الناس في عدن، وبالتالي تفشي الأمراض والأوبئة سينتشر، وسنشهد المزيد من حالات الإصابة وحالات الوفاة. أما بالنسبة للمعركة فأنا أتوقع أنه الشرعية يعني تقدم على زنجبار وتأخذ زنجبار، وهذا من خلال متابعتنا التي نراها في الواقع الآن حاليا. وبالنسبة لعدن سيكون على الشرعية قناع الأقليم في كيفية الدخول إلى عدن، أما بالنسبة لزنجبار أعتقد أن أمرها حسم وأن الضوء الأخضر قد أخذ. أما بالنسبة في تعليق لي بالصيب على أخي منصور صالح يمد لي يده ويتهم الآخرين بأنهم تبع بن معيلي، وهي منصور يقيم عمله السياسي على جندي في المعركة غالب الروح ضد النفديك يا بن معيلي، وينسى تصريحات نائب رئيس المجلس الانتقالي الذي يطربنا بها ليلا ونهارا، وهو يقول محمد بن زايد سيدي وتاجراتي، أنا إماراتي، أنا سعودي، أنا مش عارف إيش. ترجع يا منصور لتغريدات نائب رئيسك، شوف يعني يعني هو بطبيعة الحال سيد صالح ما عاد معنا يعني. أو صباح سعودي سيد منصور صالح ما عاد معنا الآن يعني. طيب خلي هو بيسمع الحلقة، مش معقول يشبهها. أنا أوصل الرسالة هذه، لا أريد رده، ولكني أريد أن أراجع حساباته أولا. ثانيا بالنسبة للمسائل المالية، نتمنى على الأخوة في الانتقال في عدن زي ما يقول منصور أنه الآن في مليارات في أسابيع يعني كتبوا أنها كانت تروح للفساد. أسألوا عن الكشوفات المالية للفترة التي كان فيها عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي محافظة لمحافظة عدن، أين هذه الكشوفات اللي كانت أكثر من سنة؟ لم نشوف حماس أخي منصور وهو يتحدث عنها، ولم نعرف نتائجها إلى أين ما ذهبت. هي طبعا تم تحصيلها لأنه كان الرجل الأول في المحافظة، وبس بطبيعة الحال هناك الكثير من التساؤلات في هذا الخصوص. سيد السعدي، على كل حال أشكرك جزيل الشكر، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية سيد عبد الكريم السعدي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك سيد القاطبي، في سياق الحديث على أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم قال يعني يجب على الأطراف اليمنية الموافقة على يعني وقف إطلاق النار، وكذا تحدث على انزعاجه من التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما رأيك؟ المبعوث الأممي أصبح كارثة حقيقية تمرر من ورائه المشاريع أو من أمام عيونه. يعني ما يحدث اليوم، هو لم يذكر حتى سقطرة، فقط ذكرها بالاسم لكنه لم يذكر ما جرت في سقطرة. سقطرة اليوم تحتل من قبل التحالف الإماراتي السعودي، وتم إسقاط الحكومة الشرعية هناك تحت مرأة ومسمع الأمم المتحدة. هذه كارثة، الكارثة الأولى التي كان يجب أن يتحدث عليها أو يوقفها من الحدوث إذا كان حقيقة يمثل المجتمع الدولي. المشكلة الثانية أنه عندما يتكلم على أنه هناك خروقات وأنه وقف إطلاق النار وهذه المسائل التي ليست لها حقيقة على أرض الواقع، يعني اليمنيين محاصرون، مطاراتهم ليست بأيديهم، الدخول والخروج من بلدهم ليس بأيديهم، يحاصرون كما ذكر الأخ شوقي القاضي عضو المجلس النواب قبل أيام عن أن هناك مساعدات من اتحاد الجالية العربية الذي تواصل مع الحكومة التركية ويقول أنه يود أن يذهبوا بطائرة
محمله بالمواد الطبيه للحكومه اليمنيه وللشعب اليمني. رفضت الحكومه اليمنيه وايضا التحالف باعطاء تصريح لنزول طيران على اراضي الجمهوريه اليمنيه. فنحن امام كارثه حقيقيه، وهذا المبعوث الاممي بدا واضح انه فقط ليس له وجوده من عدم وجوده، ليس له اي مبرر. يعني هو قال هو كما نشر على يعني حسابي على يعني على حسابي على الفيسبوك، يعرب المبعوث الاممي على انزعاجه من اعلان مجلس الانتقال الجنوبي في 25 من نيسان ومحاولته السيطره على المؤسسات المحليه في عدن، وقال ان التوترات العسكريه تتصاعد في الجنوب خاصه في ابين وسقطره، ويدعو الى ضبط النفس الفوري. وفي هذه النقاط سيد القاطبي، دعنا نشك معنا في الحوار دكتور علي الذهب الباحث والمحلل السياسي. اسالك دكتور الذهب، يعني في سياق المواجهات في ابين وبنظره عسكريه، كيف تقرا خارطه الصراع هناك؟ في اي سياق تضعها؟ تحية لكم جميعا وكل عام وانتم بخير. اهلا بك. الحقيقة انه ذات الخيار العسكري هو الخيار الاول بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، ويعني استغلب على المشرف على الاتفاق وهي المملكة العربية السعودية ان تجد القوة الملائمة لفرض هذا الاتفاق بعد مرور اكثر من 6 اشهر. واعتقد ان الخيار العسكري كان خيارا مشتركا بينها وبين السلطه الشرعيه، لا سيما ان هناك خلافات حاده وغير معلنه بين الامارات والسعوديه من وجهه نظري الشخصيه، لان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي حظ او حث قواته او ميليشياته على مواجهه القوات الحكوميه من داخل من ابو ظبي. فكان خيار المواجهه العسكري هو الخيار المتاح في الوضع الراهن، الا انه ربما سياخذ وقتا طويلا في اطار سياسه العصا الجزره، ولا اعتقد ان هنالك يعني حسما عسكريا قريبا، لان هذه المساله تتطلب قوات كثيرة سواء للوصول إلى عدن أو مباشرة عبر الطريق الساحلي أو عملية إحاطة طويلة تحتاج إلى المرور بمحافظة أبين وصولا إلى لحج لقطع أي عمليات إمداد تقوم بها المنطقة أو بعض وحدات المنطقة العسكرية الرابعة التي أعلن قائدها فضل حسن ولاءه للمجلس الانتقالي، وعزز من هذا الموقف قائد المحور مفنى جواس وقائد المنطقة نفسه هذا اليوم. طيب في هذا السياق الشرعية تغرد وحيدة، يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك دعم لها في هذه العملية؟ تصور أن الطرفين وضع في مواجهة معركة تصادمية، أو إذا جاز التعبير أنها تصادمية وإن كانت ليست إلى هذا الحد، لكن الطرفين يحاولان أن يصلا إلى الحد. فرفع الغطاء عن الجانبين من حيث الإسناد البري والبحري والجوي، لكن من السلطة الشرعية الآن ربما أو الحكومة أو الجيش، جيش السلطة الشرعية أو الجيش الوطني يواجه تحديات. هناك يعني المجلس الانتقالي يحظى بدعم قوات او ميليشيات الويات الدعم والاسناد التي منها الالتزام الامني، وهناك مقاتلين قبليين، وهناك الويه من المنطقه الرابعه، وهناك مقاتلين ذوي نزعه عقديه سلفيين قادمين من الساحل الغربي الويات العمالقه، وهناك ايضا عناصر من القاعدة، وهذا يعطي المجلس الانتقالي قوة عسكرية، ولكنه في ذات الوقت يجعله أمام النقد الدولي الذي يصف قوته بالإرهاب. يبدو أيضا أن هنالك إمكانية لدفع يعني قوات من القوات المشتركة وقوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، لا سيما إذا كان الأمر بدفع إماراتي، لأن هذه القوات قوات الساحل كلها إضافة إلى قوات المجلس الانتقالي تمول تمويلا ماديا وعسكريا وتدريبيا
وخططيا من قبل الإمارات. القوات الحكومية لا شك أنها تمتلك يعني إرادة وعتاد وخطط، ويتمتع أفرادها بالتدريب والكفاءة، ولكنها تواجه أكثر من انقلاب، وقواتها متمددة في أكثر من 3 جبهة. هذه نقطة أخرى. تكرر ما جاء في 6 أغسطس، يفترض أن يكون هناك عملية حاسمة سريعة، ولكن هذا الأمر يتطلب قوة عسكرية كبيرة. هل ستتدخل الإمارات في هكذا أمر؟ يعني هل سيدخل طيران الإمارات أيضا كما يعني حدث سابقا وأن قصف قوات الشرعية؟ أنا لا أستبعد أن يكون ذلك تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، لأن الإمارات تحولت من استراتيجيتها للتدخل المباشر إلى التدخل غير المباشر، وعزت بقاء قواتها أو ما تبقى من قواتها في المحافظة الجنوبية بإطارين، الإطار الأول مكافحة الإرهاب وهو مدخل لضرب السلطة الشرعية وقواتها، والمدخل الثاني هو المدخل الدعم اللوجستي أو العمل الإنساني، وهو بطبيعة الحال غلاف لعمل استخباري يخدم مصالح الوجود الإماراتي، وهو في ذات الوقت يعني في إطار عملية تنافسية أو صراع ناعم مع المملكة العربية السعودية على تقاسم مكاسب الحرب في المحافظة الجنوبية، وعلى وجه الخصوص الساحل المطل على خليج عدن والساحل الغربي. شكرا لك. إذن سيد الدكتور علي الذهب، الباحث والمحلل العسكري، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إليك سيد القاطبي، الآن يعني في سياق ما يجري، أنت كنت تشير أو تتحدث عن مجلس الأمن، يعني عفوا عن جريفيث، الآن مجلس الأمن يدعو الطرفين لضبط النفس. ما هو المقبل؟ يعني ما الذي سنقبل عليه في قادم الأيام برأيك؟ مزيد من التدور ومزيد من الاحتراب والاختتال فيما بينهم، فيما بين اليمنيين. ما يجري اليوم في أبين أيضا هو استنزاف للدماء اليمنية، للقوات اليمنية، لإضعافها حتى لو كانت انفصالية أو مع الحكومة الشرعية. نحن نقتتل فيما بيننا اليوم آخر اليوم كيمنيون على حساب مشاريع أخرى. يا أخي، يعني حتى وإن قامت الحكومة الشرعية بالسيطرة على أبين، وحتى وإن وصلت إلى عدن، طالما والإرادة السياسية ليست موجودة فسنظل في نفس الدوامة إلى أن تخرج الحكومة اليمنية والإدارة الإرادة السياسية من تحت عباءة المملكة العربية السعودية، وأن تتحول إلى المجتمع الدولي، وأن يكون قرارها مستقل من وكل قرارها ينبثق من مصالح الوطن العليا ومصالح الشعب اليمني والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. سنتحدث على حكومة شرعية وسيلتف الشعب اليمني كله معها، يعني القوات الباقية التي تحارب الحكومة الشرعية سواء كانت الحوثية أو الانفصالية في الجنوب كلها ستتبخر، لأنها يعني الشعب اليمني سيقف ضدها. لكننا الآن أمام مخططات ومؤامرات تقودها السعودية والإمارات. أنا لا أتفق مع كل من يتحدث أن هناك صراع إماراتي سعودي. لا يعقل أن المملكة العربية السعودية تسمح للإمارات أن تبني قوات في المناطق التي هي حدودا للمملكة العربية السعودية وفي حدودها. يعني هذا الكلام لا يجب أن يمرر علينا كعقلاء وكيمنيون. هناك مخطط، السعودية والإمارات وجهان لعملة واحدة، هناك مخطط تمويل ميليشيات يمنية في الساحل الغربي، في الجنوب، في كثير من المناطق، لأجل أن تحترب بعضها البعض ضد بعضها البعض، من أجل أن يبقى القرار اليمني ضعيف ومنقسم، من أجل أن يكون هناك انقسامات داخل اليمن، ومن ثم يتم التحكم بالكل من خارج البلد. كما ترى في الجنوب اليوم يتصارع المجلس الانفصالي الجنوبي مع الحكومة الشرعية، ويذهبون جميعهم للتنجد ولاستدعاء السعودية والإمارات من أجل مساعدتهم والخروج إلى حلول، رغم أن هذا التحالف هو من يمول الطرفين ومن يقف مع الطرفين. أيضا بقاء واستمرار الصراع في المناطق الجنوبية هو يبعد الأنظار عن ما تقوم به السعودية والإمارات، ليس فقط داخليا وإنما أنظار المجتمع الدولي، ومن ثم إظهار أن اليمنيين أن احنا نقتتل فيما بيننا، وأن السعودية والإمارات والمجتمع الدولي يحاول أن يساعدنا كيمنيين، وهو العكس صحيح. من يحاصرنا هي السعودية والإمارات، من يمول الميليشيات في الجنوب هي السعودية والإمارات، من يقوض الحكومة الشرعية ولا يسمح لها بالعودة إلى اليمن
هي الحكومة، هي المملكة العربية السعودية والإمارات. أيضا بقاء الحوثيين كما ذكرت سابقا أقوياء في المناطق الشمالية، هذا بسبب التحالف، بسبب طعنات الخلف التي تتلقاها الحكومة الشرعية، بسبب منع الحكومة الشرعية من ممارسة أعمالها كحكومة شرعية من داخل الأراضي اليمنية. حتى ولو انتصر الجيش الوطني في جميع المناطق الجنوبية وفي كل اليمن، طالما ولم تجد هناك الإرادة السياسية وطالما هي مصادرة من قبل هذا التحالف الذي لا يستخدم الشرعية إلا كورقة لشرعنة ميليشيات ولشرعنة وجوده في المناطق الساحلية والهامة في اليمن، سنظل في نفس الدوامة. سيظل اليمنيين يقتتلون فيما بينهم شمالا وجنوبا. الآن الجنوب يتقسم إلى عدة كنتونات مصالح للسعودية والإمارات. الآن المهرة تتحكم بها الإمارات، الجزر يتحكم بها الإمارات والسعودية، الموانئ والمطارات نفس الطريقة، يتقاسم الأدوار والقوات والقواعد موجودة، ويسمحون لليمنيين يتكاتلوا ويتحاربوا فيما بينهم سواء كان انفصاليين أو حكومة شرعية. وهذا الوضع غير مقبولا. يجب أن نقوم كيمنيين شمالا وجنوبا أن لا نسمح للميليشيات هذه أن تتوسع وأن تتكاثر، لأنها ستسبب يعني خطرا لنا جميعا شمالا وجنوبا. حتى الميليشيات المجلس الانتقالي هي ليست من أجل استعادة الجنوب، وإنما هي أداة في ضد الجنوب نفسه. يعني عندما كان يتحدث ضيفك من عدن الممثل للمجلس الانفصالي يتحدث أنهم سيستعيدون المصالح وسيحاربون الفساد وأنهم من حقهم استعادة معرفيش ومعرفيش، هؤلاء ميليشيات. لا يمكن أن تتحول الميليشيات يوما ما إلى دولة. لا يمكن للميليشيات أن يتحكم أو يطبق القانون. وهذه المشكلة التي نحن نعاني منها كيمنيين. أنا في اعتقادي أنه يجب التركيز أولا على الإمارات والسعودية كأعداء لليمنيين، وإبعادهم من هذا التحالف الذي دمرنا كيمنيين، ولم يعد منه جدوى لا للسعادة الشرعية ولا حتى الحل السياسي في اليمن. هذا التحالف هو من أوجد الحوثيون ومن انقلب على السلطة في صنعاء، ومن يبقون على هذا الميليشيات في الجنوب والشمال، وهم كارثتنا الكبيرة. ويجب أن لا نبعد أنظارنا عن المعركة الحقيقية معهم، وأنهم هم أعداء اليمن ومن يقسمونه ويدمرونه منذ 5 سنوات. على تواجدك معنا شكرا سيد إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.